بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نرجعوا لكتاب المتعلم والمتعلمة من النشاط العلمي، وبالضبط صفحة 49 من الكتاب المدرسي، دائما ضمن الوحدة الرابعة توالد الحيوانات، وبالضبط الحصة الثانية أعضاء تناسلية لحيوان بيوض les organes sexuels d'ovipare، يعني الحيوانات البيوضة هما les animaux ovipares. D'accord, les animaux ovipares. بين الأهداف التي نود الوصول لها هي أن نحدد الأعضاء أو أعضاء الجهاز التناسلي لحيوانات بيوضة شائعة، مثلا مثل الدجاج، مثل الحمام إلى غير ذلك، وكذلك أن نتعرف أدوار هذه الأعضاء التناسلية لدى الحيوانات البيوضة. إذا وكالعادة كما تعودتوا معايا في الدروس اللي كنقدم لكم الخاصين من النشاط العلمي، كنبدأ معكم بصورة الانطلاق وكذلك الوضعية. فهم إذا غادي نبدأ أولا بملاحظة الصورة. لاحظ إذا هذه الصورة توضح تزاوج الدجاج، هكذا يتم تزاوج الدجاج، إذا الديك والدجاجة يتزاوجان لكي يحدث التوالد. إذا بداية أقرأ الوضعية. لاحظت سعاد في ضيعة جدها تزاوج الدجاج فأثار ذلك فضولها، وتساءلت كثيرا قبل أن تستفسر مربي الدجاج. إذا هاد سعاد مشات للضيعة ديال جدها، فلاحظت أن هناك عدد كبير من الدجاج يتزاوج، فأثار ذلك فضولها وتساءلت كثيرا، يعني بقات كتساءل مع راسها قبل أن تستفسر مربي الدجاج. إذا في نظركم شنو هو سؤال تقصي اللي غادي يجي لي مع هاد الصورة اللي كتبي توضح لي تزاوج الدجاج يعني حيوان بيوض، وكذلك الوضعية التي فيها سعاد تتساءل عن تزاوج الدجاج؟ داكوغ. إذا في نظركم فينا هو السؤال ديال التقصي؟ إذا كما عودتكم أننا ولينا كنكتبوا سؤال التقصي جميعا. إذا سؤال التقصي، سؤال التقصي، وكذلك الفرضية. إذا سؤال التقصي هو كالتالي: كيف يحدث تزاوج الحيوانات البيوضة، يعني كيفاش كيحدث التزاوج ديال الحيوانات البيوضة، وما هي الأعضاء المتدخلة في هذا التزاوج؟ تزاوج، إذا بغينا نعرفوا كيفاش كتم تزاوج الحيوانات البيوضة، وشنو هما الأعضاء اللي كيتدخلوا في هذا التزاوج باش كيحدث لنا التوالد بعد ذلك. إذا الآن غادي نقترحوا فرضيات للإجابة عن هذه الأسئلة أو سؤال تقصي. الفرضيات هي مجرد اقتراحات أو مجرد أجوبة مقترحة، قد تكون صحيحة أو قد تكون خاطئة، وبدراسة أنشطة التحقق نتأكد من الفرضيات ونتحقق منها. إذا الفرضيات هي كالتالي: إذا نفترض أنه لحدوث التزاوج عند الحيوانات البيوضة لابد من ماذا؟ من وجود أعضاء تناسلية ذكرية يعني الذكور، وأخرى أنثوية. داكوغ، أنثوية، يعني خصنا حيوانات أو عفوا خصنا أعضاء تناسلية ديال الذكر اللي الرمز ديالو بحال هكا، وكذلك أعضاء تناسلية ديال الأنثى اللي الرمز ديالها بحال هكا. سي، إذا هذه هي الفرضية اللي غادي نقترحوها، وغادي نحاولوا أننا نتحققوا من هاد الفرضية اللي افترضنا واش هي صحيحة ولا خاطئة. مفهوم؟ إذا والآن باش نتأكدوا من صحة الفرضية ونشوفوها واش صحيحة ولا خطأ، غادي ندوزوا باش نديروا ليزيكزارتيس ديال أو الأنشطة ديال أتحقق. الأنشطة ديال أتحقق عندي مجموعة من الأنشطة كاينة في هاد أتحقق، غادي نتأكدوا من خلالها من صحة الفرضية واش لحدوث التزاوج لابد من وجود أعضاء تناسلية ذكرية وأخرى أنثوية. نشوفوا أتحقق. ألاحظوا رسم جهازي توالد دجاجة وديك بعد تشريحهما وأعبر شفهيا. إذن هنايا عندنا الرسم ديال جهازين تناسليين ديال الذكر ديال الدجاج،
اللي هو الديك وديال الدجاجة. إذا لاحظوا أولا الرمزين، رمز الذي لونه أحمر هو رمز يشير إلى الذكر، إذا الجهاز التناسلي للذكر هو هذا، وكذلك بالنسبة للجهاز التناسلي للأنثى هو هذا الذي نرمز له بهذا الرمز الأخضر. إذا نلاحظ ماذا نلاحظ؟ رسم لأعضاء توالد الدجاجة وديك، بحيث يتبين لنا وجود أعضاء تناسلية ذكرية وأعضاء تناسلية أنثوية، مفهوم؟ إذا قلت لكم بأن الرمز اللي بالأحمر ديال الذكر والرمز اللي بالأخضر اللي هو ديال الأنثى. شوفوا لا كيسيون 2، السؤال الثاني، أضع مفتاحا للرسمين لأتعرف أعضاء توالد الدجاج. إذا غادي نديرو مفتاح للرسمين وغادي نملؤوا هذه الفراغات الموجوده في كلا الجهازين، الجهاز التناسلي للذكر والجهاز التناسلي للانثى، مفهوم؟ وغنكملوا بهذا، مبيض رحم قناه منويه خصيه قناه مبيضيه ومدرق. اذا نبداو اولا بالاعضاء التناسليه الذكر، نبداو بهذا واحد اثنان وحنا غادي. اذا واحد ماذا يوضح؟ اذا واحد يوضح خصيه او خصيتين، داكوغ؟ اذا غنكتب انا خصيه، داكوغ؟ لانه عطاوني نكتب انا خصيه، داكوغ؟ اذا الرمز كيشير الجوج، اذا كنت ما خصنا نكتبو تما خصيتين، ولكن هما عطاونا خصيه نكتبو خصيه، داكوغ؟ اذا مشات لنا خصيه. ثانيا عندنا قناه منويه، داكوغ؟ قناه منويه، قناة منوية الذي عبرها ينقل السائل المنوي، نعم. إذا هنا ثالثا عندنا معي، داكوغ؟ معي هو هذا. رابعا اللي كيتشاركوا كل من الجهازين تناسليين للأنثى والذكر فيه، وهو المدرق، المدرق او المخرج، المدرق، مدرق، داكوغ؟ مشات مدرق ومشات كذلك قناة منوية، قلي مبيض رحم وقناة مبيضية. اذا غنبداو اولا بخامسا اللي هو المبيض، داكوغ؟ هنايا على مستواه يتم انتاج البويضات، اذا مبيض. هنا عندنا المبيض. سادسا، اذا نضربوا على المبيض، سادسا عندنا قناة مبيضية، قناة مبيضية، قناة مبيضية، وهنا رحم، وهنا الرحم. إذا اللي كنلاحظوا في هذه الصورة هو رسم لأعضاء توالد دجاجة وديك، يعني أعضاء التناسلية المكونة لأعضاء التوالد عند الذكر والأعضاء التناسلية المكونة لأعضاء التوالد عند الدجاج. شوفوا ثالثا، سؤال ثالث، استئصال المبيض يؤدي إلى عدم إنتاج البويضات، أما استئصال الخصة فينتج عنه غياب حيوانات منوية. شنو كيقول لك هذا السؤال؟ هو حدد دور كل من المبيض ودور الخصية. دابا كيقول لك بأن هذا الديك إلا جينا وزولنا وهاد الخصية ما غاديش يتم إنتاج الحيوانات المنوية، وهنايا إلا جينا وحيدنا المبيض ما غاديش يتم إنتاج البويضات. إذا أين يتجلى دور كل من المبيض والخصية؟ إذا دور المبيض هو إنتاج البويضات، إذا كينتج لنا البويضات، وبالنسبة لدور الخصية، الخصية تنتج إنتاج الحيوانات المنوي، داكوغ؟ إنتاج الحيوانات المنوية. إذا المبيض كينتج لنا البويضات والخصية كتنتج لنا حيوانات منوية. الآن غادي نمرو باش نقراو الملخص، أستخلص ومن بعد نديرو ليكزارسيس اللي كاين ديال أطبق. أستخلص، يتكون الجهاز التناسلي للدجاجة من مبيض ورحم وقناة مبيضية ومدرق. إذا هما هذوما اللي شناهم هنا الفوق في الرسم. الجهاز التناسلي للدجاجة يعني الأنثى كيتكون من مبيض ورحم وقناة مبيضية ومدرق. أما الجهاز التناسلي للديك بالنسبة للذكر، يعني الديك الجهاز التناسلي ديالو يتكون من خصية وقناة منوية ومدرق، ينتج المبيض البويضات، أما الخصية فتنتج الحيوانات المنوية. إذا المبيض كينتج لنا البويضات عند الأنثى، والخصية عند الذكر تنتج الحيوانات المنوية، داكوغ؟ تنتج الحيوانات المنوية. اون فرونسي لاباغاي جينيتال دو لا بول اي كونستيتيي دو لوفير، اللي هو المبيض، ديتيروس الرحم، دو كانال كوندكتور اي دان كلواك، يعني واحد القناة ناقلة ولا قناة مبيضية، اي دان كلواك اللي هو المدرق، داكوغ؟ سولوي دو كوك اللي هو الديك اي فورمي دو تيستيكول اللي هي الخصية، دو كانال كوندكتور اللي هي قناة منوية، اي دان كلواك اللي هو المدرق. Les ovules اللي هما البويضات sont produits par les ovaires، يعني par المبيض، يعني هاد لي زوفول اللي هما البويضات كيتنجوا من طريق المبيض. Et les spermatozoïdes اللي هما الحيوانات المنوية dans les testicules، كيتنجوا فين؟ في الخصيات. سا تري بيان.
اذا هذا هو الملخص. الان غادي ندوزو لاطبق، غادي نطبقوا شنو اللي تعلمنا في هذا الدرس هذايا. صافي، لا بروميير كيسيون سي لا سويفونت. ريغاردي، جوبسيرف لي شيما سي كونتر اي جيكري شاك نيميرو دون لا كاز كي كونفين. دونك عندي هنايا لوفير اللي هو المبيض، ها هو المبيض، عندنا لوتوريس اللي هو الرحم، عندي سبيرميدوك اللي هو القناة المنوية، اللي هي قناة منوية، تيستيكول خصية، عندنا لوفيدوكت اللي هي قناة مبيضية، قناة مبيضية، وهناك لوك اللي هو مدرق. اول حاجه غادي نبدا بها هي الحاجه المشتركه ما بين الفيمينين والماسكولين. هنا عندي في هذا الشيما، هذه في هذا الرسم شيما سامبليفي دو لاباري ريبرودكتور دو غرونوي مال اي فيميل. دونك هنايا لاباري ريبرودكتور يعني الجهاز التناسلي ديالاش، ديال الضفدع، الضفدع الذكر والضفدع الانثى. اذا هنا اللي كيتشاركوا بيناتهم هو هاد خمسه، هذه اللي هو ماذا؟ المدرق. اذا مدرق اللي هو كلواك رقمه خمسة، رقم خمسة انا تهنيت منه. صافي، دابا غادي نشوفوا فينا هو اول حاجه المال وفينا هو الفيميل، فينا هي الذكر وفينا هو الانثى. الذكر هو هذا اللي قلنا لكم الرمز ديالو، والانثى هي صافي الرمز ديالها هي سي تري بيان. دابا الذكر قلنا بان الجهاز التناسلي ديالو كيتكون فقط من خصيه، قناه منويه ومدرق. اذا هنا اين توجد الخصيه؟ الخصيه هي تيستيكول، اذا هي رقم ثلاثة. صافي رقم ثلاثة. وبالنسبة للقناة المنوية هي سبيرميدوكت اللي هي رقم ستة. غيبقى لي لوفير لوتيروس، وعندنا لوفيدوكت. هنا لوفير هو المبيض، وهنا رحم، وهنا قناة مبيضية. لاحظوا هنايا واحد، رقم واحد هو المبيض، رقم واحد. بالنسبة للقناة المبيضية هي رقم جوج لوفيدوكت، وبالنسبة للرحم هو رقم أربعة، هو اللي بقى ذكر هو رقم أربعة. إذا هنايا هادوما أعضاء تناسلية ديال كل من الأنثى وذكر الضفادع. نشوفوا لا كيسيون دو، يتم الإخصاب عند الضفدع خارج جسم الأنثى عكس الدجاج. يقول لك بأنه الإخصاب، ما كنهضروش على التوالد، كنهضروا على الإخصاب. الإخصاب ما بين الضفدع يعني الذكر والأنثى، شنو كيوقع خارج جسم الأنثى، يعني عملية الإخصاب كتوقع خارج جسم الأنثى عكس الدجاج. الدجاج لا، الدجاج كيوقع داخل. واش صحيح ولا خطأ؟ إذا هنا الإجابة هي صحيح، نعم. لماذا؟ لأن الإخصاب خارجي، إذا كيوقع واحد الإخصاب خارجي عند الضفادع، يعني خارج جسم الأنثى. الآن غادي ندوزو للسؤال الثالث والأخير للكشف عن الجهاز التناسلي لحيوان في المختبر. إذا باش نكشفوا على واحد الجهاز التناسلي لواحد الحيوان في المختبر، كيقوم الباحثون أو لا يقوم الباحث بعملية تسمى. إذا ما هي العملية اللي كيقوم بها الباحثون باش يكشفوا عن الجهاز التناسلي لحيوان في المختبر؟ إذن العملية هي بطبيعة الحال هي عملية التشريح. إذن كيشرحوا الحيوان وكيشوفوا أين يوجد الجهاز التناسلي لهذا الحيوان. إذن وبهذا غادي نكونوا كملنا الدرس ديال اليوم اللي كان خاص بالأعضاء التناسلية لحيوان البيض، حيوان البيض الذي يبيض. نكون ضمن الحصة الثانية من الوحدة الرابعة توالد الحيوانات، دائما في كتاب منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. كنتمنى انكم تكونوا كتفهموا معايا في قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. زيدوا دعموا القناة بالاشتراك والضغط على زر الجرس لتوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.